للمزيد من المتابعة معي الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك ومشاهدي القناة الكرام. كيف ترى افتتاح واستضافة مصر لأسبوع القاهرة للمياه وأهميته؟ هذا الأسبوع في حقيقة الأمر أصبح يمثل مؤسسة رصينة تعقد كل عام في القاهرة، ويحضره ممثلون وخبراء في المياه وسياسيون. يعني على سبيل المثال هذا العام أكثر من 30 كيان دولي وإقليمي يحضر هذا الأسبوع، سواء من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبنك التنمية الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وعديد من بنوك الاستثمار العالمية وكيانات إفريقية عديدة وعديد من الخبراء والباحثين والسياسيين. والرقم كبير لهذا الأسبوع الذي يعقد تحت عنوان المياه والمناخ، بناء مجتمعات قادرة على الصمود. وهذا هو الأسبوع السابع للمياه، 7 سنوات تم عقد هذا الأسبوع بشكل متزامن، ويعقد معه في نفس الوقت الأسبوع الإفريقي للمياه، الأسبوع 9 برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الأسبوع يشتمل أيضا على معرض خاص بتجهيزات المياه وما إلى ذلك، وندوات ونقاشات مفتوحة. ويعني ألتقط من هذا مما شاهدته هذا اليوم من كلمات رئيس الوزراء وكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة وزير الري والموارد المائية. الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور أشرف يعني تحدث في كلماته وأكد على أهمية المياه خاصة نهر النيل. هذا صحيح. كأهمية نهر النيل كقضية وجود بالنسبة لمصر، الاعتماد على أكثر من 98% منها كمورد مياه بشكل رئيسي. وأشار أيضا وزير الخارجية إلى أن المياه ليست هبة من أحد، إنما هي هبة من المولى جل في علاه ولا يملكها أحد. وتمت الإشارة إلى أهمية مراعاة القواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالدول المتشاطئة للأنهار وحقوق دول المصب في الحصول على المياه جنبا إلى جنب مع دول المنابع. أيضا السيد رئيس الوزراء تحدث عن مشاكل المياه أو مشكلة المياه في القارة الإفريقية، وأيضا تطرق للحديث عن مشكلة التغذية في فلسطين في هذه الفترة وهذه الآونة. هذا صحيح، وقد تناول سيادته قضية شح المياه في قطاع غزة، حيث أن دولة الاحتلال قامت بحجب ما يعني ما أكثر من 95% من مورد المياه في قطاع غزة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي وتجويع المواطنين الفلسطينيين بشكل كبير. كما أشار سيادته إلى مشكلة المياه في السودان الشقيقة من نتيجة الحرب القائمة هناك، وخاصة في مدينة بور السودان فيما يتعلق بمياه الشرب. وفي حقيقة الأمر فإن يعني عنوان الأسبوع مناسب جدا هذا العام، وربط قضية المناخ بقضية المياه، وهذا ديدا مصر دائما، حيث تم إدراك قضايا المناخ مع قضايا المياه في مؤتمر كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ العام قبل الماضي. هذا الأسبوع به العديد من ورش العمل والندوات التي تعقد خلال أسبوع القاهرة للمياه، أهمية تلك الورش وأهمية تلك الندوات في تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه العالمية. ذلك أمر في غاية الأهمية ما أشرت إليه حضرتك، وهناك محاور للتعاون فيما يتعلق بالمياه، إما على المحور الإقليمي في منطقتنا العربية أو في القارة الإفريقية أو على النطاق الدولي من خلال المنتديات الدولية مثل هذا المنتدى. النقاشات وورش العمل والندوات بغاية الأهمية للوصول إلى رؤى مشتركة وأيضا إلى تحقيق
ما يعرف بالتنفيذ على أرض الواقع وليس مجرد إطلاق الشعارات، العمل على الوصول إلى استثمارات من المانحين لتفعيل إجراءات التكيف مع المناخ، لأننا دائما في قضية المناخ علينا إما التخفيف أو التكيف، والتخفيف هو المنع من المنبع، منع الانبعاثات الغازية من المنبع، أما التكيف فهو الذي يهمنا في مجال المياه. لدينا مثل على ذلك، لدينا جهود مركز البحوث الزراعية في مصر في تطوير أصناف قليلة المكس في التربة وقليلة الاستهلاك للموارد المائية وتحملها للإجهاد البيئي في التغير المناخي. المناقشات بغاية الأهمية بين الباحثين والخبراء للوصول إلى رؤى مشتركة وتوصيات قد تكون إيجابية ومفيدة للدول. دكتور أشرف، أخيرا الاتحاد الأوروبي بكونه منظما رئيسيا لأسبوع القاهرة للمياه وداعما ثابتا لشراكة المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مشاريع المياه بمصر؟ دور كبير للاتحاد الأوروبي في الواقع في تمويل العديد من المشروعات والتعاون مع وزارة الري والموارد المائية في العديد من البرامج فيما يتعلق بترشيد استخدام مياه الري وحسن إدارة الموارد المائية والتحول الرقمي بالنسبة للموارد المائية. وللحكومة الهولندية دور كبير أيضا مع أحد دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، وخاصة في مجال بناء القدرات من خلال تدريب المهندسين والخبراء المصريين، كما أن مصر تقوم بتدريب الأشقاء الأفارقة من خلال المركز الدولي للزراعة أو من خلال مركز بحوث الموارد المائية. دكتور أشرف كمال، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة أيضا.